همشينا او عودوا لا ترقيع حق المهندس ما يضيع ولو عودوا لا ترقيع حق المهندس ما يضيع بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شريحة المهندسين العراقيين في كافة انحاء العراق، خرجنا يوم 15/7 للمطالبة بحقوقنا المسلوبة وهي التعيين المركزي. طبعا احنا طلعنا من كل المحافظات ومعتصمين، اليوم صارنا 19 يوم معتصمين نطالب بحقوقنا المشروعة. طبعا ناشدنا رئيس الوزراء والسادة النواب ورئيس مجلس النواب، ولحد اليوم ما وجدنا اي استجابة من عندهم. صارت عندنا حالات، طبعا انتم تشوفون الجو ايش قد حار واحنا قاعدين بهاي الخيمه، يعني تجي الكهرباء ساعه وعندنا مبرده واحده. صارت عندنا حالات اغماء، صارت عندنا حوادث من رجعوا لبيوتهم اهل الموصل وغيرهم. طبعا العراق كله موجود هنا، هاي الخيمه عباره عن عراق مصغر الان يحتوي على شريحه المهندسين كافه اختصاصاتها، الاختصاصات النادره. طبعا التعيين المركزي مطلب رئيسي، أضافة ذلك هو حق مشروع عنا احنا المهندسين بأي دائرة وبأي وزارة نصير. ليش تعيننا المركزي متوقف من 2003 لحد الآن؟ زين درجات الحذف والاستحداث وغيرها وين قاعد تروح؟ يعني من 2003 واحنا هسه ب 2019 وين راحت؟ يعني لحد الآن هاي عندنا ناس متخرجة بال 2004 وعندنا ناس متخرجة هاي السنة كلها قاعدة. زين شنو السبب؟ احنا نريد رئيس الوزراء يجينا يشوف لنا صورة الحل، نشوف ان وزارة التخطيط، نشوف احنا شنو وضعنا. اذا عندك اكتفاء انت وتريد تسد الكليات، سد كليات الهندسة بصورة عامة، انت عندك اكتفاء سدها على مود اللي يجي هسه ورانا ما يخطئ الخطأ اللي خطأناه. وطبينا كلية الهندسة على اساس انه نبني العراق، بس للأسف 130 الف عامل اجنبي حاليا بالعراق، ذول الداخلين بصورة شرعية يشتغلون بالعراق وبرواتب خيالية، بينما المهندس العراقي يطلب فقط تعيين والراتب اللي يعني ماشي. يعني ما يصير هيك، يعني احنا قاعدين والعمالة الأجنبية تفتر هنا، والله ما يصير. الشركات الأجنبية قانون العراق يقول انه 65% من العاملين بالشركات الأجنبية عراقيين، الآن القانون 90% أجانب و10% عراقيين. اجونا النواب وجونا كتل سياسية ووعدونا خير، بس لحد الان ما شفنا شيء. يعني الوعود اللي شفناها فقط انه بالداخل الخيمه، بس كشيء موجود على الواقع ما اكو لحد الان. احنا صارنا 19 يوم، رئيس الوزراء اذا كان يدري بينا موجودين 19 يوم وما اجانا او دز مستشار عنا او دز احد يمثله، فهذا يعني جريمه كبرى. واذا ما يدري بعد الجريمه اكبر، 19 يوم شريحه المهندسين موجوده ببغداد وبشارع حيوي اللي هو المنصور شارع النقابات، الوزارات والوفود كلها تمر منا وما يدرون، فهاي جريمة كبرى. إذا يدري ومغلس هاي جريمة، وإذا ما يدري فجريمة أكبر. بسم الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا كمهندسي العراق كافة بكافة الأقسام متصمين هنا ببغداد بالنقابة باعتبارها البيت الثاني، صار لنا 19 يوم من يوم 15/7 لغاية هذا اليوم. مطلبنا الرئيسي والأساسي وهو التعيين المركزي، وكل الناس عرفت وأعتقد وصل خبر للوزارات، كل الوزارات، واجونا بعض النواب والتمسنا من عندهم مجرد فقط كلام، بس ما شفنا شيء لحد الان على الواقع. طبعا هذا المطلب احنا مو مطلب بالنسبه لنا، هو حق، لان هم اصلا دولتنا معطلتنا عن العمل مالتنا. الدوله ما تريدنا احنا نشتغل،
تريد الأجنبي يشتغل، الأجنبي يجيك ياخذ العراقي يرضى بألف دولار مثلا، أبسط مثال أضرب لك إياها، وكلنا هسه أي واحد تسأله تقول له بألف دولار يقول لك أشتغل الله يمشي تضمن حقوقي. أما الأجنبي اللي يجيك أولا أصلا ما مدقق بالشهادة مالته، هل هو فني أم هو فعلا مهندس، يعني هذا الشيء أرجو أن يدققون به. شغلة ثانية يجي يعني أقل راتب تلقاه فد 4000 دولار 5000 دولار، ليش هذا أنت تنطيه لابن الأجنبي ليش ما تنطيه للعراقي؟ أنا جاوبك على هذا السؤال وأني متيقن من هذا الجواب 100%. أولا هو يجيب الأجنبي، هو العراقيين يعني مع احترامنا للناس الزينين المفاسدين، أغلب دولتنا بها فساد، فهو ما يريد يطور بلدك. ليش البلد شو راح يتطور؟ يتطور بينا احنا المهندسين، احنا اذا اشتغلنا نرضى باقل فلوس. شغله ثانيه احنا راح نطور البلد، احنا مصانعنا راح نشغلها، معاملنا كلها راح نشغلها، ايدي عامله عراقيه ما نرضى بغير العراقي يجي يشتغل. بلدك راح يتطور، راح ما تجيب اي شغله من الخارج، انت كل شيء عندك، فمن راح اللي راح ينظر؟ راح ينظر دول الجوار راح تنظر. فلذلك دول الجوار لها ضغط عليها من على الحكومه مالتنا، حكومتك ما لها علاقة، هو فاسد يريد بس يبوك، فيضطر يجيب العمالة الأجنبية. وأني عد كلامي وقدام الكل أبصم لك بأنه ما يقدرون يطلعون الشركات الأجنبية لهذا السبب، وأتحدى رئيس الوزراء نفسه إذا يقدر يطلع الشركات الأجنبية وشغلنا إحنا المهندسين، وإذا كفاءتنا ما كانت أكبر من كفاءتهم 100% ذاك الوقت إحنا كنا أصلاً قول المهندس العراقي بشكل عام إحنا فاشلين. هذا أجزم لك عليه 100%. يعني هسه أنا من نطالب تعيين مركزي، يعني السيد عادل عبد المهدي راح يقول لك تعيينات ماكو، الميزانية ما تكفي. زين احنا نسأل هذا السؤال، ليش هذا اللي يجي يقول لك أني شتين عينك؟ هذا شلون يعينك؟ بس أريد أفتهم هذا شلون يعينك، وشلون احنا من نريد حقنا احنا نطالب به يريد تعيين إلنا بدون فلوس؟ الفقير اللي جاي هاي إخواننا كلها قاعدين على هذا التراب، وابن المسؤول الله يعلم وين نايم، الله يعلم ايش قد عنده حمايه، ايش قد عنده مليارات. ليش هذاك يعني تفرقع علينا؟ مع العلم احنا شهاداتنا انا متاكد اغلب المسؤولين اولادهم ما عندهم شهادات، اخوانهم ما عندهم شهادات. زين ليش احنا الشريحه التعبانين وجبنا تسعينات وتعبنا واهلنا صبروا علينا 16 سنه ينتظرون من عندنا فقط انه شي يقول والله ابننا تعين عاش حياه سعيده من اجل نرد التعب اللي هم تعبوا لنا؟ ليش نبقى مظلومين هيك؟ ليش العراقيين دائما مظلومين؟ والله العظيم لو تجي تشوف يعني بنات، لو اختك هاي يا مسؤول اسمع هذا الكلام مني، لو هذه اختك، لو هذه امك اللي تجي جايه بدال بنتها وعايفه اهلها جايه من غير محافظه، هل تقبل على نفسك؟ والله ما تقبل. والله اختك وامك عايشات احسن عيشه وبدول الخارج ويعني انا متاكد مليارات يصرفون، يعني تلقى ابنه يجوز اقل صفقه يصرف عليه يجوز موبايله تلقاه بكذا مليون، واحنا حصروا علينا، والله العظيم حصروا علينا. كعالم يجي عنده فلوس كرو ما عنده فلوس رجعه. ليش يعني ما تحاسبون نفسكم؟ ما تقولون باشر وراكم اخره؟ هسه غض يعني عوفك من انه بغض النظر عن الشهاده، يا اخي حس بمعاناتنا احنا كعراقيين، هسه حسوا بينا كعراقيين لا تحسون بينا كمهندس. هسه ما يخالف يعني وين راح ضميرك؟ وين راح الغيره العراقيه؟ احنا العراقيين مشهورين بالغيره، ليش انعدمت الغيره عندكم؟ يعني هاي الفلوس هيك عمت عيونكم؟ هاي دول الجوار يعني هيك ضغط عليكم ما تقدرون؟ ليش يعني لا متى؟ يمتى نطور بلدنا؟ يمتى عراقنا يتقدم للامام؟ يمتى احنا دول الجوار هم اللي يجون يتمنونا مو احنا اللي نتمناهم؟ ده نجيب الاجنبي شغله يمنا، هو يصير سيد علينا، يقول لك اشتغل قطاع خاص، ما اشتغل قطاع خاص، ابو القطاع الخاص المهندس الاجنبي يذلك، يجي هو يتامر عليك. ليش يتامر علي؟ انا اتعلم لغته، ليش انا اتعلم لغته؟ هو جاي على بلدي لو انا جاي على بلده؟ اريد جواب لهاي الاسئله. ليش يعني اريد المسؤولين يا اخي تعالوا نتناقش، تعالوا اقعدوا وياي، ما عندك تعيين مركزي ما يخالف، يعني احنا قاموا قلنا 100%، تعال ناقشك، افتح لي مصنع واحنا اللي قاعدين احنا ندوره، من مهندس كهرباء، من مهندس مدني، من مهندس ميكانيك، من كيمياوي، من كافه الاختصاصات موجوده هنا. أمشوا بيه، أمشوا.
كل بيت أمنيتي تصبح مركزية تصبح مركزية. أوه أوه بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على جهدكم والاعلام والسلطه الرابعه حتى يوصل صوتنا، لان احنا يسنا من النواب ومن الوزراء ومن الحكومه، لان ماكو اي شيء بعد من عندهم، فقط يجي يصور ويروح، هذا اللي يجي على موده. اللي جايين اليوم هي الثوره انطلقت يوم 15/7 والحد هذا اليوم صارنا 19 يوم، اختصاصات كل الاختصاصات، مدني، كيمياوي، نفط، كهرباء، مواد، الكترونيك، اتصالات، كلها من كل المحافظات. ماكو اي محافظة ما موجودة اليوم. زين انت سألتني سؤال، قلت ليش المهندس مهمش هذا اليوم؟ مو انا اللي اجاوب، اريد الدولة هي اللي تجاوبني، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، الوزراء، النواب، لان هم مهندسين، مجلس النواب ثلاثة ارباع مهندسين. زين هم غير يجاوبوني هذا الجواب، ليش انه انت بس شريحة المهندس جاي تهمش بيها؟ ليش المجال الطبي كل ما يطرحون عليك مجال او اختصاص جاي يسوي له تعيين مركزي؟ المهندس من 2003 لحد 2019 هو مهمش، كل سنه جاي يتخرج لك 13000 مهندس او 10000 مهندس او 10000 مهندس. زين ذولا وين جاي يروحون؟ يعني انت من تكدست هيك ما حسبت، يعني انت مخلي وزاره شكبرها شعرضها ولجنه اسمها التخطيط. زين هاي من جاي تخطط شنو اللي جاي تخططه هاي السنوات كلها؟ ليش هسه المهندس المدني جاي يشتغل باجر او اي اختصاص؟ ميكانيك عندي اعرف، عندي مواد، عندي كهرباء، جاي يشتغل اجر يومي ومو اختصاصه ومو بمكانه ب 35000 دينار. يعني 35 شنو تكفي هاي؟ زين اوكي عفنا من هاي انه يكتسب خبره، هل من المعقول انه هو مهندس مقعده انت بهذا الاجر يجي واحد خريج متوسطه او اعداديه يؤمره سوي هذه الشغله؟ هذه مو صحيحه. هل انه انت تعلمه؟ زين البلدان تتقدم بالمهندسين لو بشنو غير يتقدم البلد بالمهندس؟ بالعراق ماكو هذا الشيء. لا اني احطمه واحارب القدره مالته والطاقه مالته والكفاءه قاعده بخيمه نص التراب وبنص الدود، عيني وكلاب تفتر علينا الصبح ما شاء الله، ومن يطلع بالتلفزيون شو يقول؟ يقول ما عندي انا سعه، ما عندي جلبه ماليه انه اعين. زين اذا تعين سدها الكليات، ليش فاتح؟ ليش يعني هسه طلعت نتائج السادس وراح يقدمون وراح هم يجون ويشوفوننا، احنا هسه قمنا نقول لهم لا تروحون هندسه، ايش عندك رايح هندسه؟ تالي تقعد هنا وتظل تصيح بالشارع، عينوني وعينوني، صح لو انا غلطان؟ زين التخيل يجيني يعني هذول الوزراء النواب ما عنده ابنه مهندس بته، زين هو بس هو طبعا يتعين او مو بحاجه للتعيين على المخصصات والموفرات اللي هي الدوله. زين ما تجي، زين انت انزل للشارع، انت غير مهندس، من طلع المهندس اعتصام او ثوره او مظاهره غير انت اول واحد تتكاتف وياه، لان هو اختصاصك. من انت نازل للمنصور الحلبوسي نازل للمنصور وبعد عن شارع النقابات 20 متر لو 30 متر ما كلف نفسه يمر. هسه ما اريدك مر، صح راح تاخذ صوره وتنشرها، بس مر شوفني قل لي مطلبك هذا صحيح خطا؟ ما انت جاي تطلب شيء خيالي هو مو خيالي. من انطى هسه للتحليلات المرضيه تعيين مركزي خلال 10 سنوات، احسب انت فوق ال 100000 درجه وظيفيه. انا ما يعني انا مو اقول لك مو من نصيبهم، لا بالعكس تعب ودرس وهذا وحقه وبالعافيه عليهم، بس ليش المهندس؟ انا اريد اسال سؤال، هل انه المهندس هو رمز الفساد اليوم بالدوله بالمجتمع العراقي بالاخص؟ حتى يفهمني، فهمني انه ليش انت جاي تحارب بس هذا المهندس؟ يعني احنا صارنا 19 يوم، كم حالة اغماء عندنا؟ بنات جاي يجينا 3 عمليات عندها، تبقى من الستة او من السبعة الصبح لحد ما تصير بالخمسة العصر، ولد عنده تلف بالاعصاب رابع مرة اليوم جاي يطيح. زين ليش انت ليش هذا الشيء؟ يعني هل يعني هذا الشيء صحيح؟ ترضى به؟ زين احنا المرجعية شنو دورها من هذا الشيء؟ جاي يشوفنا وساكتة، يا اهلي الناجدة ساكت. لا نائب يجي القناة التلفزيونية قناة لو قناتين تجي، يعني هذه الشغلة قليلة
من خرج المهندس اليوم ينتفض، هذا الشيء صحيح غلط؟ احنا نريد هاي الاسئله يجاوب عليها احد. يجيني النائب شي يقول لي مطلبك صعب التعيين المركزي، ليش صعب؟ حق دستوري وكاف للقانون ب 2003 موجود، وقانوني انتم جامدينه من 2003 لحد الان. زين شنو الصعوبه بيه؟ شنو فلوس ماكو؟ شو ميزانيه العراق خير من الله؟ ابسط شيء هاي، بعد كم يوم راح ينطلقون الساده اعضاء المجلس النواب للحج، قابلون رب العالمين، يريدون يكفرون عن اخطائهم وعن ذنوبهم. زين انت مكان ما تودي لك 150 نائب للحج بفلوسهم عين كم واحد؟ انطيهم رواتب. ليش انت تروح للحج وخابص روحك فصل تشريعي؟ شنو اللي شرعته وانطيته قانون حتى انه انت جاي تقول لي فصل تشريعي؟ ماكو فصل تشريعي. زين انت راضي بالمهندس اليوم تهمش بيه وتطعن بيه وهاي، وتودي عليه فض الاعتصام، وتودي القوات الامنيه وتضغط عليه وتقطع كل وسائل والاعلام عنه، واذا اجت قناه تلفزيونيه تمنعها انه ما صوره. ليش؟ صوره خليه ياخذ حقه. مظاهرات سلميه، لا مأذيك، لا قاطع الشارع، لا متعدي على الدوله، حقي اريده، اعطيني حقي واروح. ابرز مطالبنا والمطالبه بالتعيين المركزي وضمان حقوق المهندسين وزارة المهن. طبعا هاي ابرز شيء. راح احدد لك بنقاط، طبعا هم تطرقوا على هواي نقاط. احكي لك بنقاط انه الثلاث الاوائل على الاقسام. كل سنه وكل عام كنا نشوف انه ما قبل 2016 ثلاث الاوائل على الاقسام متعينين ومعيدين بداخل الجامعه. وحتى باقي الجامعات اكو قسم من الجامعات عندهم من المرحله الثانيه يسووهم مبتعثين خارج دول، مثلا عندك جامعه بابل تدز الثلاث الاوائل من المرحله الثانيه للثالثه، تدزهم يكملون الابتعاث مالتهم جامعه بريطانيه ولحد الان القائم، بس يمكن قبل سنتين انه انتهى هالشيء. ما اعرف انه شو بسنتنا، ما اعرف ب 2017 صار التعيين الثلاث الاوائل على الكليه. طبعا هو هذا قرار مفاجئ كان. ما اعرف احنا الثلاث الاوائل الاقسام تعرف هسه هاي وضعيتنا. ويعني ما ادري حتى عقود، يعني انا اتذكر انا الاول على الكل على القسم، من خلصنا البكالوريوس كنا ورا سنه ممكن نحصل عقد محاضرين. تفاجأت بالقرار انه احنا تخرجنا 2018 رايدين اقصى شيء 2017. ما اعرف شنو هالقرارات المفاجئه بصراحه. وحتى الكتاب مالتنا موجود انه التعيين الثلاث على اوائل الاقسام يعني قائم، وعلى يعني ما اعرف مهمش من قبل بعض مجلس النواب، يعني النواب يعني ما اعرف شنو المشكله، رئاسة الوزراء بصراحه، والكتاب موجود وقائم بصراحه. يعني انا اشتغلت بمكانين مختلفين، المكان اللي مختلفين بصراحه ما خدمني. ليش؟ لان ما حصلت بها شهاده خبره اللي اقدر اشتغل بها بشركه اجنبيه. يعني انا اشتغلت بشركه ما اريد اذكر اسماء، وشغلت بمصنع، الاثنين ما حصلت بها شهاده الخبره اللي راح تفيدني مستقبليا، تفهمني اكيد. اي وبصراحه يعني هسه تمن تروح ويقول لك هذه شهاده خبره، انت صح مشتغل، بس من طلعت تقول له يقول لك ما عندك باعتبار انت ما مشتغل اذا ما عندك شهاده. فهي اهم نقطه من النقاط. وهنا يقولون لنا تعالوا اخذوا شو اسمه العقد من النقابه. بصراحه احنا اذا نجي ناخذ العقد من النقابه هو بمبلغ معين، اذا نوديه لابو المصنع يقول لك انا هذا المبلغ اللي جبت لي بالعقد انا ما اقدر امضي لك عليه. يقول لك انا هسه هذا المبلغ جبت لي اقدر اشغل بمكانك اربعه، وبالفعل يقدر يجيب اربعه بمكاني. والله بصراحه هي يعني هي كتخصص راقي بصراحه. وهسه انا احكي لك عن اقاربي بالخليج، يعني من ضمن التخصصات البدائيه حتى قبل الطبيه. يعني هو تبقى اي بالضبط، بس هنا 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 فعلا مهمش، هنا فعلا مهمش. المفروض الاليه تتقسم، انه يتقسم بين الشركات الخاصه او القطاع الخاص والقطاع الحكومي. يعني هاي الآلية المفروض متبعة من زمان، ولو يعني لو متبعة من 2003 و 2005 ما وصلت هاي الأعداد، تفهمني أكيد. أي فما أعرف بعد، هو لازم إنه تحط آلية الكليات الأهلية، القطاع الخاص، تقليل الأعمال الأجنبية. يعني هو كاتبين من ضمن العقد 65% عمالة عراقية، إحنا 50% ما دوصل جماعتنا مهندسين عراقي، 50% دوصل. خرجنا كمطلب أساسي إحنا كشريحة مهندسين، مطلبنا الأساسي هو التعيين المركزي وتوفير وظائف ودرجات وظيفية، وهذا مطلب حق مشروع لكل المهندسين. صراحة النواب اللي زارونا، أكثر النواب اللي زارونا كانت يعني حلولهم حلول وقتية ترقية حسب المنقول، ترقية بأنه أكثرهم شجعونا على الشركات الاستثمارية والاستثمار والشركات الأهلية والأجنبية، واللي هاي أصلاً ما بيها ضمان للمهندس ولا أصلاً تضمن حقه بالمجتمع. فاحنا صراحه
رافضين هذا الحلول، رايدين حلول جذرية تعدل من واقع المهندس العراقي، يعني تصير تحت عطف الحكومة. بداية نشكر قناتكم الموقرة لتغطية هذا الاعتصام اللي بدأ يوم 15/7 والحد هذا اليوم احنا مستمرين اللي هو اليوم 19 على التوالي. خرجنا من جميع المحافظات ومن جميع الأقسام الهندسية من دون أي إحباط أو أي شكوك بقوتنا وصمودنا أمام جميع الضغوط النفسية والحكومية علينا من أجل فض الاعتصام. خرجنا من أجل مطلب واحد، هو مطلبنا تعيين المركزي، لأن مثل ما تعرف الحكومة العراقية الرشيدة حفظها الله ودامها وسدت خطاها الفضيلة، يعني انه احنا مهمشين من 2003 واحنا بال 2019، يعني صار لنا 16 سنه ما يعرفون المهندس بالشمس بالبريد بالحار ضيم مستلك جد ابو جده، ما حد يدري شنو ماشينه. احنا هنا انا والله شنو والله روحوا عافية عافية عافية، تخرجت من السادس روحوا هندسه. ليش يا ابا اروح هندسه على مود ترفع اسم العراق؟ يا ابي يا عراق هذا ما تقول لي يا عراق، انا مو عراقي. هسه نكيف احنا المهندسين هنا نكيف، يعطونا جواز سفر بنغالي على مود اصير بنغالي واجي اشتغل بالعراق. ليش؟ يعني البنغالي يستلم 700 دولار، وانا هنا الحمد لله كاتن الحر صار 19 يوم نفترش الارض ونلتحف بالسماء، تكرم بالله نلقى كلاب سائبه نايمه مرشدي انا من غير حشرات ودود، الله شاهد بالليل حتى هذا الحشيش يطب حلقنا ماكو لا مكان ننام به، وهاي مثل ما جاي اشوف انت بالخيمه. احنا حتى العيد ناويين نبقى هنا، نريد نعيد هنا، هذا بقانا سنه سنتين ثلاثه قرن كفي لك الله، لا نجزع ولا نمل، باقين هنا. واحدنا اسد وما يطلع منا اذا ما ماخذ التعيين المركزي وياه. احنا حلفنا وتعاهدنا كل احنا وقسمنا انه اي واحد بينا ما ينسحب من الاعتصام اذا مو الامر الاداره مالته بيده، ومو بس احنا، كل المهندسين بكل العراق وبكل تفاصيل الهندسه وبكل الاختصاصات. الحمد لله مثل ما تعرفون يوم الثلاثاء خلص الفصل التشريعي مع النواب، لان تعرف عليهم ضغوط صار لهم سنه كامله يشرعون قوانين قانونين، هم معهم قانوننا وقانون للقرايب، قانوننا نايم قانون القرايب مشتغل الحمد لله. تعرف يعني مخصصات مونيكا وعدة النائب مخصصات مال ملابس 9 مليون بالسنه، لان تعرف القاط ما تبي تبريد من غير النوب المخصصات مال الضيافه، تعرف لما انت تروح له راح حلي يحترمون العراقي فيقدم لك شوكليت ويقدم لك مشروبات غازيه وغيرها، هاي هم لها مخصصات ثانيه. من غير مخصصات الخدم والحشم وهاي السوالف ما يدرون ابن الخايبه نايم عند اهله، لو يشتغل عماله يحصل له يوم واحد لو ماكو كاتله الحر، هم ياهم منهم هيك وجه صار مسومر يطلع من بمجلس البرلمان نافضه التبريد، بالحديقه مال البرلمان تبريد، يصعد بالسياره تبريد، يروح لهلا تبريد، كفي لك الله. يجون يمنا هنا طلع تليفونه تم زياره المعتصمين في مخيم اعتصام الهندسي، شكرا لكم، نزلها على مود الطشه الاعلاميه لان تعرف انت راح تجيهم الانتخابات جايه. اليوم وين النواب؟ مجلس النواب لما تتصل عليه يطلع لك مدير المكتب، الو معاك مدير مكتب الحاج فلاني، يابا شو وقت صار حاج؟ مستوى حتى الاسم مالته ما طالع، غير مشتري كلك هو. غير هو اسمه كذا، غير انا هذي صار لهم 15 سنه مقدمين على الحج ما طالع اسمه، واحنا من ذوي الشهداء. يا حج يا معود، حج ايش؟ عمهم راح يجون على عيني وراسي، حج انت ومن حقك وتمشي بالسيطرات، حج فلان وابن حج فلان وزوجة حج فلان وخدم حج فلان، عمي حج مبرور، سعي مشكور، كل شيء ما رايدين منكم. احنا مهندسين ولا خلف الله عليكم، 20% من عندكم هم خريجين اعداديات. 100 عضو برلمان هو مهندس، إذا ما طالبتم بحقوقنا فأنتوا لا شرف ولا غيرة. اعتصام سلمي ومفتوح ومستقل،
احنا اعتصامنا مفتوح الى ان تتحقق مطالبنا وهي اوامر اداريه وتعيين مركزي لهؤلاء المهندسين المعتصمين. اليوم المهندس هو يمثل شهاده عليا في كثير من الدول العالميه. اي دوله اليوم فتيه في ناحيه البناء هي تستخدم المهندس وتطور بنائها. اما العراق العكس، القضيه هي بالعكس، المهندس مهمش ولا دور له في بناء البلد، يعني طاقات البلد تكون خارجه للاستفاده منها. اليوم المهندس من 2003 اليوم هو مهمش ولا اي دور له، لا حمايه ولا اي شيء. يعني لو طلعت على قانون الحمايات العراقي ضمن القانون العراقي ستجد ان هناك حمايه للمحامي وللصيدلان وللطبي، لكن ماكو حمايه للمهندس. لو راجعت انه المهندس ما يقدر يصير استشاري الا وراء 14 سنه، وبالتالي احنا بهل عندنا اعمارنا من 25 الى 30، يعني وراء 15 سنه يلا يصير استشاري، فهاي فوق ال 40 سنه. ايش راح يقدم للبلد؟ ايش راح يقدم لنفسه؟ وش وقت يبني؟ وش وقت يتزوج؟ للاسف هذه كلها عقبات في طريق المهندس. احنا اليوم امام اكثر من 130 الف عماله اجنبيه داخل الحقول النفطيه، في حين ان القانون العراقي ينص على ان تكون العماله الاجنبيه 80% 10% قباله 80% عماله عراقيه. دور ال 20% هو تعليم واضافه خبرات لل 80%، لكن النسبه معكوسه وبزياده، لان 10% هي تمثل العماله العراقيه و 90% تمثل العماله الاجنبيه. اضف الى ذلك انه هذه العماله هي شهادات متدنيه، يعني دبلوم وخبرات خاصه، والعراقيين لديهم شهادات عليا يعني بكالوريوس فما فوق. المهندس العراقي هو تحت إمرة العامل البنغالي وغيره، وبأي لحظة يمكن أن يطرد المهندس العراقي بأمر من العامل البنغالي وغير ذلك. أخذ على سبيل المثال الحصر هو مصفى كربلاء ب 27 ألف عامل، ما يقارب أكثر من يعني تقريبا 1600 هم عراقيين والبقية هم أجانب. هذا فقط في جانب الحقول النفطية، هكذا نسبة العمالة. اليوم المهندسين العراقيين أعدادهم مو ذيك الأعداد إذا ما قرنوا بالحلول الموجودة. يعني قانون الشركات العراقية نص على تعيين 4 مهندسين ضمن كل شركة مسجلة في وزارة التخطيط العراقي، ووزارة التخطيط العراقية مسجلة في تاريخ 31/12/2017 61174 شركة. يعني لو ضربنا الأربع مهندسين اللي يفرضهم قانون الشركات العراقية في عدد الشركات المسجلة بوزارة التخطيط، راح يكون قدامنا حوالي 286 ألف مهندس هم فقط في هذه القطاعات. أضف لذلك هناك القانون العراقي يلزم المقاولين بفرض مهندس او اكثر في السيف المقاوله، وهذا غير مطبق. يعني يمكن يستعينون بخبرات يعني حتى طلاب وما شابه. للاسف المحاولات جاده وكثيره لتهميش المهندس. احنا اليوم امام اكثر من 4500 مصنع معطل ومهمل. هذه المصانع لو كل مصنع شغل حوالي 25 مهندس، فإحنا أمام 100 ألف مهندس ضمن قطاع المعامل. هذه الحلول من شأنها أن تقضي على البطالة في الوسط الهندسي، لأن هؤلاء المهندسين هم معطلون عن العمل، والسبب هو الحكومة. الحكومة والأجندات الخارجية. اليوم من الحلول اللي طرحوها المهندسين المعتصمين هنا هي درجات الحذف والاستحداث اللي في كل سنة تؤول إلى كتاب وغير ذلك. من ضمنها تأويلاته هي بقاها شواغر إلى حين إكمال الفنيين دراساتهم في كليات أهلية، وبالتالي ماكو استفادة للمهندس. يعني إذا ماكو قانون يحمي المهندس ويضمن له تعيين، فماكو داعي لأن نخرج حوالي 12 ألف مهندس كل سنة، وإحنا عندنا نمو سكاني قرابة 3.6% كل سنة. يعني إحنا أمام مشكلة. يعني الدولة إذا ما تدري في هذه تلك مصيبة، وإن كانت لا تدري في المصيبة أعظم. إحنا مهندسين من كافة الاختصاصات نعتصم من يوم 15/7 أمام نقابة المهندسين العراقية. طبعاً إحنا بالبداية كنا بالعلاوي، لكن ما قبلوا أنه يتم الاعتصام يوم العلاوي، فانتقلنا إلى هنا. صارنا تقريباً 18 يوم إحنا مطالبنا طالعين بها. تعيين المركزي هو مطلب كأساسي، بالإضافة إلى المطلب الثاني هو القانون الحماية، اللي طبعاً هذا يخدم المهندسين اللي مشتغلين بالقطاع الخاص اللي طبعاً ما لهم حماية. أنت تدري اليوم المهندس إذا يشتغل بشركة أهلية أو قطاع خاص طبعاً على أي لحظة يقول لك مع السلامة. فإحنا مصرين وظالين هنا وما نتحرك إلى أن تتحقق مطالبنا، لأن يعني إحنا تعبنا بين المتخرج صار له 8 سنوات طبعاً، يعني ويانا معتصمين من 2003 بهم خريجين. إحنا نريد حل. إحنا إلى متى الدولة تبقى
مهمشة هاي الشريحة. احنا نريد نصير حالنا حال البقية، حالنا حال اللي الكليات الأهلية اللي تعينهم هم وقاعدين بالبيت. هنا الشباب تعبت، صار لهم 18 يوم بالحر، البنات دي يروحون يجون، تدري بهم المزوجات، بهم اللي وياهم أطفالهم. يعني احنا إلى متى يظلون هم مدارين بالو، ما حد حاطنا بالاعتبار. احنا أقل واحد بينا هنا معدله 92، فليش هذا التهميش؟ يعني يا ريت نطالب الوزاره ومن كل جهه انه تباوع لهذه الشريحه المظلومه. طبعا اغلب الشركات الاجنبيه اللي هي تابعه للحكومه اغلبيتها هي عماله اجنبيه، يعني 75% عماله اجنبيه و25% عماله عراقيه. وطبعا هذا من موضوع حشينا بيه واكثر من موضوع فتح على مود هذا الشيء، ماكو فائده. الاهميه والاغلبيه هي للعماله الاجنبيه. طبعا حق النقابه، حق النقابه توفره على، لان احنا هنا اذا تريد تقدم على شغل بشركات حكوميه او شيء تابع للاهليه، شركات اهليه العفو او تابعه للحكومه، طبعا راح يطلب منك خبره 5 سنين. زين انت هاي الخبره مين تجيبها؟ اذا انت ما بتشتغل مين تجيب الخبره؟ غير المفروض النقابه توفر دورات اذا هم يريدون يعينون طلاب او متخرجين، غير يوفرون هاي الدورات؟ ماكو، كل شيء ماكو. خرجنا يوم 15/7 اعتصام موحد، اعتصام مفتوح الى حين تحقيق المطالب. صار لنا 18 يوم على التوالي اعتصامنا مطالبه بحق مشروع الا وهو التعيين المركزي. احنا بنعاني من سلبيات، بنطالب بالتعيين المركزي، بالمقابل بنشوف رده فعل سلبيه وليس ايجابيه من قبل اعضاء مجلس النواب، من قبل رئاسه الوزراء، حتى القنوات والاعلام نفسهم انه بده ينقلون الصوره، لكن ما نشوف رده فعل انه تنقذ هؤلاء المعتصمين. عندنا اعداد هائله من المعتصمين والمعتصمات من كل العراق، من الشمال الى الجنوب، بكافه الاختصاصات الهندسيه، لكن للاسف لا حياه لمن تنادي. يعني للاسف دا يجونا النواب بصريح العباره، احنا بدنا نعطيهم انه مطلبنا التعيين المركزي. انت اذا فعلا جاي وهامك يعني اعدادنا وهامك وضعنا المأساوي جدا وحالات الاغماء وحالات اللي تصير عندنا من ضمنها حادث الانقلاب بالسياره، زملائنا المعتصمين رجوعهم للموصل، لكن فقط في مجلس النواب يرفع قانون احنا ما متطرقين اليه، وده نشوف انه اكو برود، ما اعرف هذا البرود متقصد ومتعمد ام لا، يعني انه ده نطالب به قضيه مصيريه. احنا مهمشين مسلوبي الحقوق منذ 2003 ولحد اللحظه، لكن للاسف كل الجهات اللي مسؤوله والمعنيه ما جاي نشوف لها اي نتيجه اتجاه اعتصامنا. استاذ العماله الاجنبيه اذا نرجع شويه بالتاريخ من 2008 ويعني بدا انه تتفعل هواي، خصوصا مجال المشاريع النفطيه، مشاريع كهربائيه، المهندس العراقي من البداية تهمش، خلص هو ما زال وافق على دخول الشركات الأجنبية وبفرض من الشركات الأجنبية على العراقية، أنه هو ما وضع قانون، هو القانون موجود لكن ما راجع القانون وبالتالي ضمن حقنا، خلص يعني أنه القضية أشبه بتهميش. لو كان هناك حق ما وصلنا اليوم لهذا يعني الواقع اللي احنا به المأساوي، ما كان المهندس ترك أهله وناسه وخرج. احنا اليوم من كل محافظات العراق أصبحنا عالة على أهلنا، عالة على المجتمع. اليوم طلعنا إما أكون أو لا أكون، أنا مستحيل وزملائي وزميلاتي نرجع إلى بيوتاتنا، نرجع إلى أهالينا وإحنا ممحقين مطلبنا. إحنا اليوم قضيتنا مصيرية، إما تنطيني الأمر مالتي الإداري وهذا حقي، أو خلص أنا باقي هنا ووقفات احتجاجية وتصعيد إعلامي مستمر. الكارثة والطامة الكبرى أنه هو ده يشوف بعينه الأعداد تتكدس وبكافة الاختصاصات الهندسية، لكن للأسف أنه ما وضع دراسة جدوى ولا استراتيجية للمهندس. إما أنت توقف كليات الهندسة وبالتالي المعطلين عندك ممكن تعينهم على شكل وجبات، أما أنه أنت باقي فاتح كليات الهندسة وبكل الاختصاصات والأعداد تزايد سنة بعد سنة يعني من كل المحافظات، ومن تجي تقول انه انا ما كنت تعيين، اوكي ما كنت تعيين، لكن بقيه الوزارات بدها تفتح تعيينات وتنطي درجات وظيفيه، ليش المهندس الوحيد اللي ما تشمله هذه الدرجات؟ للعلم المهندس المفروض يشغل كل وزارات الدوله، باعتبار انه اليوم كل الوزارات تحتاج الى شعب واقسام وهيئات هندسيه. والله الاختصاصات انواع الاختصاصات، كل اختصاصات الهندسه موجوده، وان شاء الله احنا كلنا احنا نطالب اليوم مهندس واحد اللي هو التعيين المركزي. ولا تشوف هاي التجمع كل انواع اختصاصات موجوده. بالي بالي العماله يعني شو تقول، مثل ما تقول المهندس العراقي من يطب لهم ما يعترفون به مهندس، يعني يعتبره حاله حال اي عامل موجود، واللي فوق المهندس العراقي ما تعرف انت يا هو شنو فني، ما تعرف شنو، كل شيء ما تعرف عنه، بس يجي يتامر على المهندس ويتامر عليه يعني كانما عدى جوا ايده مو عراقي، مو عايش ببلده مثلا، يعني المفروض هو العراقي فوق هذا يتامر، لا هي صارت العكس، الاجنبي يتامر على العراقي. ولا تريد يعني اكد لك عليها اللي الدرجات الوظيفيه جاي يطلقوها، يعني تلقى 5000 واحد 5000 شخص يقدم
ولا هم مقبولين 4 أو 5، وذول المقبولين تلقى قبل لا يطلع الاسم مالته هو محتفل محتفل بانه مطالع التعيين، يا بعد الاسماء ما معلومه قال لا يا بابا انا طالع اسمي مبين، هي الفلوس مبينها موجوده عندنا، ما الفلوس موجوده. انا اطرح علي نفس الموضوع هذا وما تمكنت اعطي. أول شيء إحنا اليوم يوم 19 من الاعتصامات، اليوم 19 من الاعتصامات، الولد بعدها صامدة 19 يوم بهذا الحر بهذا الجو الحار، أكيد كلكم دا تعرفون الجو شلون حار، الولد كلها صامدة الحمد لله والشكر. اللي صار عندنا إنه إحنا ليش جينا هنا، إحنا نقدر نقعد ببيوتنا ونظل مرتاحين. السبب الرئيسي إنه تعيين ماكو. زين إحنا هسه كتسألني كأني كشاب مهندس بعد 5 سنين شنو مستقبلي؟ ما أعرفه. أتحدى أي واحد منا أنا إحنا الموجودين بعد 5 سنين وين راح يكون؟ ما حد ما يعرف. بعد 10 سنين وين راح تكون؟ ما حد ما يعرف. زين أنا إذا تسأل أي شاب بأي دولة قل له أنت بعد 5 سنين وين راح يكون مستقبلك؟ يقول لك أنا أكون عائلة أبني لي شيء وكذا وكذا. زين إذا أنا لحد الآن ما أعرف أصلا بعد 5 سنين أنا وين راح أكون؟ إيش راح أسوي بحياتي؟ هذا السبب الرئيسي. السبب الثاني إحنا دا تجينا عمالات أجنبية من خارج البلد. عمالات جاي تاخذ مكاننا، احنا كفاءات العراقيه بكل الدول يريدونه، كل دول العالم يريدونه، من الوطن العربي الى اخر الدنيا الى الصين، كلها تريد الشاب العراقي وكفاءته وقدرته الانتاجيه، بس ماكو اي احد جاي يستقبل اللي نريده او جاي يوجبنا كمهندسين وككفاءات. زين الشغله الثالثه، انا من اجي كصيدلاني هذا كمثال، الصيدلاني تعطي إجازة يبطي إجازة حتى أحد يفتح صيدلية. زين أنا ماتي الوظيفة أنا كمهندس، ليش جاي أكو ناس جاي تشتغل شغلتي وهم أصلاً مو يم الهندسة، بعيدين كل البعد عن الهندسة جاي تشتغل شغلته، جاي تمارس الهندسة بصورة يعني كأنه عادية، ولا إجازة ولا أبد ولا كل شيء. هاي شغلة. الشغلة اللي أنا شخصياً هذا الموضوع العام، موضوع التعيين وهذا الموضوع اللي حكيته موضوع عام. موضوع الخاص، أنا كمهندس أقدم على وزارة الدفاع الرفض، أقدم على وزارة الداخلية الرفض، وين ما أقدم جاي الرفض، جاي يقولوا لي قسمك ما مرغوب. قدمت على واحدة من الشركات ما أريد أذكر اسمها، قالت لي أنا ما أهتم أنت مهندس لو لا، يعني كأنه شهادتي هاي 16 سنة راحت هيك هباء. قلت له شو تريد؟ كان يقول لي أريد تحكي إنجليزي فقط إنجليزي. زين أنا أقدر شيء أصلا أتعلم إنجليزي وأجي أشتغل بكل يعني بكل سهولة، بس إنه لا ولا اكو اي اهتمام للشهاده. تهميش جدا واضح لكل المهندسين، احنا ما بدنا نحكي على مهندس مدني، مهندس كهرباء، مهندس نفط، بدنا نحكي على جميع طبقات المهندسين كلها. انا اولا ناشط مدني، بعدين عن بنتي زين خرجت لهذه الاعتصام معه، صار لي 12 يوم وياهم تضامنا معهم ومع مظلوميتهم، اللي المفروض هذه البذور ما تنداس، هذه بذور كل الدول تتمناها، كل الدول تتمناها انه هيك شريحه مثقفه، هيك شريحه تقدم للبناء ما هو اسمى وافضل، انه ما حد يلتفت عليهم. هذا ما موجوده في كل دول العالم، المفروض هاي تحتضنهم دول. دولتنا دوله يعني ما ادري ايش كان في زمننا، التعيين مركزي، تخلص كلية معهد ذاك مكانك. أما هنا هسه شنو صار؟ تراكم هاي السنوات، كلية فوق يعني سنة فوق سنة فوق سنة، إلى أن هذه النتيجة ما قدروا بعد. يعني الإنسان لما أصبح مشلول، هذه الشريحة إنهم ما تحتضنوه ليش؟
يعني عيب وخزي انه هذول الشباب لا يقدر يكون نفسه، لا يقدر يكون اسره، لا يقدر يبني مستقبله. زين هاي دراسته وين راحت والمن؟ السلام عليكم، احنا مجموعه من المهندسين من كافه الاقسام، من كافه الاختصاصات، بينا اختصاصات متميزه، بينا من الاوائل. تهمشوا تهميش يعني كبير كلش. المهندس حاليا معطل عن العمل من سنه 2003 لهاي السنه، وهاي من يوم 15 الى هذا اليوم احنا طالعين مظاهرات واعتصام سلمي نطالب بحقوقنا. ابسط حقوقنا هي التعيين المركزي اللي الدوله وفرت له هواي اقسام وما تلتفت لنا. اللي نريد نعرف ليش هذا الجي يصير. يعني وزاره الصحه قدرت تعين اختصاصات صحيه، وقدرت تعين اختصاصات من العلوم، قدرت تعين هندسه بيئيه، وهذه التعيين سوى تعيين مركزي. يعني المفروض من سنه 2003 الى سنه 2019. اذا المهندس ما له حصه بهذا الشيء؟ المهندس ليش هيك مهمش؟ ليش بهالدوله المهندس ما له اي قيمه؟ خلتونا نشتغل يعني شغل هو شغل مو لا عيب ولا حرام، لكن خلتونا نشتغل شغلات يعني للاسف اشتغلنا جوا ايد ناس لا تعرف ولا ما عندها ما واصله باي بالعلم ولا ابد، وخليتونا ننهان قدام العالم. يعني الى متى تنتبهون لنا يا سيد رئيس الوزراء، يا مجلس النواب سيد محمد الحلبوسي؟ انت مهندس يعني غير شوفنا، غير شوف حالنا. يعني تجيت ذاك اليوم للمنصور، انا اعتبي عليك هواي. يعني تجي للمنصور، احنا هنا ولدك ومن نفس اختصاصك واخوانك بالدرجه الوظيفيه وبالاختصاص، ليش ما تجينا؟ ليش ما تشوف حالنا؟ عم احنا صار لنا 18 يوم 19 يوم هنايا، كنا الدود، كنا الحر، بالقوة عايشين هنايا. ما الولد ما ينامون، من الثنتين ينامون، يقعدون اول ما يجي الذبان بالفجر. ليش هيك؟ يعني الى ما تنظل احنا مهمشين بهذا العراق؟ يعني نتجي للقطاع الخاص، القطاع الخاص يقول لي انا اريد من عندك خبره. زين انا من اجيب الخبره؟ يعني انا مهندس ميكانيك تخرج سنه 2018 من الثلاثه الاول على القسم، المفروض انا اتعين بقانون 67 اللي انتم شرعتوه، واللي انت بسنه 2017 واللي انتم نفذتوه ووصلت، يعني حتى قريتوه بجريده الوقائع، لكن وصلت التعليمات المجلس الوزراء وما قريتوا هذا الشيء. المفروض انا حقي مضمون وحق البقيه ايضا، لكن هذا الشيء ما شفناه من عندكم. من التجي للقطاع الخاص يقول لي انا اريد من عندك 10 سنوات خبره. زين انا من اجيب العشر سنوات خبره؟ ليش يعني انا من يقول لي 5 سنوات، انا من اجيب الخمس سنوات؟ اذا هو ما يشغلني، اذا انا ما اشتغل، اذا ماكو اي وزاره، اي اداره، اي يعني شلون تقول، اي شركه يعني تحتضني، انا يعني من الاوائل باعتبار، وعندنا احنا اختصاصات يعني نادره. اذا ماكو اي شركه تحتضننا وتعطينا فرصه العمل ان نبدع، ان نقدم نفسنا مجال العمل، شلون انا راح اصير عندي خبره؟ شلون انا راح اشتغل؟ شلون انا راح افيد البلد؟ يعني الى متى يظلون المهندسين هيك؟ من سنه 2003 لحد هاي السنه يتحججون الساده الوزراء ومجلس النواب يقولون احنا تخصيصات ماليه ما عندنا. اذا التخصيصات الماليه اللي جاي تصير لاهل الطبيه ولاهل الصيدله ولاهل المعاهد الطبيه ولاهل الاعداديه التمريض اللي هي اعداديه، وهسه سووها مال علوم، وهاي مو ماليه، مو فلوس يراد لها. زين احنا ليش بس بوجهنا تنسد الفلوس؟ الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. اخواننا من الموصل البارحه رجعوا، اول البارحه رجعوا لمحافظتهم، صار عندهم حادث بالطريق، واثنين يعني واحد من عندهم حالته خطره كلش. يعني هذا منو السبب يصير هذا الوضع؟
ويصير به شيء، والثاني كسور يعني متعدده بكل جسمه، يعني هذا خطيته برقبتنا. والله انا اقول لكم خطيته برقبتنا، يعني خطيته وخطيتنا وكلنا احنا هنا قاعدين برقبتكم. انتم سبب تدمير العراق من سنه 2003 لحد الان. قبل سنه 2003 كان تعيين المهندس مركزي، من سنه 2003 لحد الان يعني تجونا الدرجات وظيفيه مخجله جدا. يعني انا من محافظه دياله عندنا طلعت 1200 درجه وظيفيه، تطلع من عندنا ثلاث مهندسين بس، 1200 درجه وظيفيه طلبوا ثلاث مهندسين، والثلاثه طلبوهم خلي بشرك يا الحلبوسي، واحد دكتوره واثنين ماجستير. يعني انا ابو البكالوريوس اصلا ضارميني، ما اريد نحكي، الحكي هوايه وتعب. يهزنا عزنا غايتنا.